أشخاص يتعمدون يكونون خارج السرب، خارج السرب أقصد بعاد عن أجواء مجالاتهم، سواء كان فنان، ممثل، كاتب، مذيع، يتعمد إنه يرسم لنفسه شخصية حتى لو كانت الشخصية هذه أكبر من سنه، حتى لو كانت هذه الشخصية تمثل جيل أكبر من جيله أو جيل هو مو بعايشة. ضيفي اليوم عيار، لا ما أقصد عيار معنى العيارة اللي احنا نعرفها، شوفوا شنو قصدي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حيا الله العمان. الله يسلمك. شلونك صلاح؟ تمام، امورك طيبه؟ كل شيء تمام. حياك، تفضل. يلا الله يخليك. صلاح، انا وايد مستانسه ان انت موجود معي اليوم في مجلسنا في الدار، وامانه كل ما اقول حق احد ان ضيفي في الدار صلاح الزجالي يستغربون. في ظنك ليش يستغربون ان صلاح الزجالي بيطلع معاكم في البرنامج؟ ليش هاي الاستغراب من الجمهور، خصوصا جمهور اللي يحبك؟ والله ما ادري، انا اللي مستانس اتوقع اكثر منكم. التواصل دائما مع البحرين بشكل عام ومع تلفزيون البحرين بشكل خاص اكيد يعني بالنسبه لي شيء قمه الوناسه، قمه الاستمتاع. واذا الناس مستانسه اني انا معاك في البرنامج فاكيد هذا دليل حب، وانا اقدر لهم هالمحبه. هل مستغربين من هدوءك؟ ممكن ان هدوءك هو اللي يخليهم يتعجبون؟ يجوز بالفعل. انا يعني هدوء على كسل شوي يمكن. تعترف انك كسول؟ اعترف اني كسول، يعني في بعض الاشياء كسول. نعم، انا كل ضيفييني في داري ابتدي وياه بدايه شويه غريبه نوعا ما. صلاح الزجالي متى كبر فنيا؟ كبرت فنيا من أغنية عسى ما يحش غالي. عسى ما يحش غالي هي كانت الانطلاقة الحقيقية لي أنا يعني. ليش؟ لأن قبل هالعمل أنا قدمت أعمال كثيرة بس ما كانت ناضجة، وكانت فقط لغرض الإنجاز وليس الإبداع. أنا حاولت أني أبدع فيها ولكن يمكن بحكم قلة الخبرة والنضج الفني فقمت أعمل أعمال خدني الحماس بس يعني كنت حاب أنجز. فكان عندي ألبوم اسمه مفهوم الحب نزل. الأعمال كانت أنا كنت أتوقع أنها حلوة بس اكتشفت أنها يعني ما عملت صدى أو ضجة يعني. بس عسى ما يحشك غالي كانت مدروسة تماما، من حيث الفكرة، من حيث اللحن، من حيث التوزيع، فحسيت بالنضج الفني داخل بالضبط الوقت. لذلك يعني الأغنية حتى قبل ما كانت تنزل أنا والشاعر حميد البلوشي اللي وجه له تحية، احنا توقعنا وعشنا نجاح العمل قبل نزوله لأن حسين الفكرة مميزة، الفكرة كيوت، عشتوا الفكرة فحسيت أن الفكرة راح توصل للجمهور. هي فهي لأن عسى ما يحشك غالي فارتبطت بالغربة وكذا. عسى ما يحشك غالي بالضبط قوتك في الوسط الفني؟ أتوقعي لأن أنا يعني جتني الكثير من الإشادات على مستوى كبير من يعني الرفيع من الفنانين الموجودين في الساحة. يعني وصلتني إشادة من الفنان الكبير راشد الماجد. حلو. فهذه يعني عن طريق طبعاً الملحن الجميل المبدع أحمد الهرمي وفنانين كثر يعني. فأكيد يعني أنا من وجهة نظري هاي مقياس جيد جدا يعني أنك تتقيس نجاح أي عمل من خلال إذا الأغنية وصلت لهالناس. إذا هي حققت اللي صلاح يبيه. بالضبط. شجاع؟ هل صلاح الزجالي شجاع؟ شجاع. شجاع في يعني خياراته، شجاع في قراراته، شجاع في أنك تقول لا هذه ما يناسبني، شجاع في أنك تعتذر عن موقف، عن عمل، عن فرصة. من هالناحية أنا شجاع. أنت شجاع؟ شوفي أي شيء يتعلق بالإبداع أنا صادق فيه إلى حد كبير جدا. يعني أنا يمكن خسرت كثير من الناس يعني عرضوا علي أعمال أو أفكار أنا ما شفت نفسي فيها. فتعرفين هاي الاعتذارات يعني تخلق الكثير من الحساسيات. صحيح. ففي المجال الفني تحديدا في أمور حياتية قد تكون هناك في يمكن تضحيات معينة.
الواحد يقدمها، ولكن أي شيء يتعلق بالإبداع أنا ما أقدر أجامل فيه، لأن الإبداع يا إما شيء ينطلق ويلامس الناس، يا إما عمل يمر مرور الكرام. وأنا ما أحب اسمي يرتبط بهالنوعية من الأعمال. حلو، تحب أن العمل لما تقدمه تكون لبصمته. أي من هالناحية أنا شجاع وقدمت اعتذارات جداً. اعتذارات كثيرة. أيوة. ممتن لمن صلاح؟ ممتن في المقام الأول لأبوي الله يرحمه. الله يرحمه. وأمي الله يطول بعمرها. دعواتهم الصادقة، دعواتهم اللي رافقتني يعني، لأن كانت تربطني علاقة جدا قوية مع أبوي، هو كان مشجع الأول لي والداعم الأول، وكان مؤمن أيضا بموهبتي. فالحمد لله أبوي يعني لحق على المرحلة هذه اللي الله وفقني فيها. الحمد لله. أي مرحلة يعني الحمد لله، يعني كان أبوي فخور جدا أن الناس في المجتمع لما يعني يلاقوه في أماكن ويثنوا على 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 ولده، يعني هاي أكيد. أكيد. الحمد لله. فأمي الله 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 يطول في عمرها، هي يعني دعواتها ما تتوقف، كل ما تشوفني أو في غيابي هي تدعي لي. فأكيد أنا ممتن لوالدي. وبعد الوالدين طبعا أنا عندي كل أفراد أسرتي يعني بلا استثناء، وبعد ذلك حميد البلوشي الشاعر. يعني أنا وحميد شكلنا يمكن ثنائي، وحميد كانت له وقفات جدا كبيرة معي. وأيضا ناس كثر في حياتي، يعني هنا في البحرين شيماء في البحرين، في يعني أذكر من ولا من. أنا عندي أصدقاء يعني وقفوا معي وقفات يعني أذكرهم، يعني في بداياتي أول شخص يمكن تعرفت عليه في البحرين رامين. اللي هو طبعا أخ عزيز وغالي يعني من عضو فرقة سلطانيز. فرقة سلطانيز. هو نعم. والفنان الأستاذ أحمد سلطان. يعني هذول وقفوا معي وقفة كبيرة يعني ما أنساها. وأيضا المهندس جاسم محمد، يعني هذا يعتبر بالفعل رفيق الدرب. والله كثر أذكر من ولا من. دائما تذكر البدايات بالخير صلاح. أكيد كل فنان سواء كان ممثل ولا كان مطرب ولا كان كاتب لازم في شيء معين يذكره ببداياته، موقف، أغنية، مشهد، نص. أبي أسمع منك أغنية تذكرك بالبدايات. والله أول أغنية رسمية أنا قدمتها أغنية يا أسف، اللي كانت من كلمات الشاعر عماني سيف الغسيني، من الحان الفنان الجميل أحمد سلطان. هذه أول أغنية اللي أحمد سلطان عملها لي، هو حاب يساعدني يعني يدعمني فدعمني بهالعمل. والحمد لله العمل لقى صدى جدا جيد. نسمع يعني. شيء إن شاء الله. يا أسف ضاع الوفا من فؤادك وانمحى، قلبي جازيت بجفا وانشكى لك تجرحا، هانت العشرة علي حبي ضيعت بدي، هانت العشرة علي حبي ضيعت بدك، يا أسف ضاع حبك وانمحى، يا أسف ضاع حبك وانمحى، غلطتي آمنت فيك وانخدعت بكذبتك، كنت أنا خايف عليك وانت لاهي بدنيتك، لك رخصت بكل شيء وانت قلبك ما عليك، يا أسف ضاع حبك وانمحى. الله الله.
بما أنك سمعتنا الأغنية بالجيتار، مكتوب لاف، مفروض أسألك سؤال آخر بس هي في بالي سؤال مختلف تماما. أكثر آلة موسيقية تحبها من بعد الجيتار؟ الكيبورد. الكيبورد؟ أي، وتحديداً البيانو يعني. لما أقول لك الكيبورد يعني صوت البيانو، يعني إحنا طبعاً ما نقدر نملك جراند بيانو في البيت، فنجيب كيبورد ونختار صوت البيانو. فالبيانو أنا بالنسبة لي، أنا حتى الحاني أحب ألحن أي شيء بالبيانو. وإحنا قاعدين نضحك هذه الحلقة عرفت أنك أسست فرقة غنائية. صحيح. فهل الفرقة الغنائية هذه اللي أسستها في يوم من الأيام صلاح، هل من خلال هذه الفرقة تعلقت في الآلات الموسيقية؟ صارت خلينا نقول عندك تجربة قيادية فنية نوعا ما في مجال الموسيقى؟ طبعا الفرقة الموسيقية طبعا أنا كنت يعني من مؤسسيها. يعني معظم الفرق اللي أنا شاركت فيها أنا كنت مؤسس يعنيها، أنا ما كنت يعني عضو شاركوني كذا يعني من نص الدرب مثل ما يقولوا. فأنا كنت مع الشباب from scratch، يعني سوينا كل شيء مع بعض، يعني ما كانت عندنا أي آلة، كنا نطلع يعني نستعين ببعض الآلات الموسيقية من فرق ثانية، لما الله وفقنا يعني قدرنا نشتري. فأتوقع أنا عشت هذه التجربة القيادية مع فرقتي، هي فرقة أوال لآخر الفرق الموسيقية اللي أنا كنت مشارك فيها. بعد ذلك طبعاً أنا طلبت من عندهم الاستقلالية يعني عشان أشق طريق الفن. من حقك كفنان يعني. ليش لا أكيد. صلاح الزجالي شنو يتمنى؟ وش أتمنى؟ أتمنى إذا فنياً أني ما أخذل الجمهور بموسيقتي بأعمالي الفنية. أظل أقدم لهم الشيء يعني اللي يرضيهم، وأشبع يعني وجدانهم أو ذائقتهم بأعمال تليق بأذواقهم الراقية يعني. وهم عندي أمنية أن الأغنية العمانية توصل إلى أبعد مدى. يعني الفنان العماني بينتشر في كل أنحاء الوطن العربي، وهذه أمنية إن شاء الله راح تتحقق. شخصية صلاح الزجالي هل تعتبر شخصية مسامحة؟ تسامح اللي أذوق؟ جدا. والله؟ والله. مو علشان أنت حين؟ لا لا لا، أنا على فكرة أنا ما أريد صراحة. أنا ما أريد على فكرة أعطيك الصورة المخملية، يعني أن أني أنا إنسان مثالي. تعرضت للأذية في مشوارك الفني كثير صلاح؟ كثير كثير كثير. أنا تعرضت للأذية، تعرضت لإحباطات جدا كبيرة اللي ممكن كانت تخليني أني أبتعد تماما عن الوسط الفني. لهالدرجة؟ أي، في ناس يعني حطمتني بالفعل، ولكن أيضا يعني الله سخر لي ناس غيرهم اللي يعني أعطوني الدعم المعنوي الكبير، أن صلاح أنت قدها واصل في هالمجال. يعني كانوا يؤمنوا جدا بالموهبة. وأيضا على فكرة أنا شغوف جدا، يعني أنا عندي شغف كبير في الفن. يعني أنا ما موجود في الفن لتحقيق رغبة مثلا معينة، يعني تتعلق أنها رغبة مالية مادية، أو مثلا أهم شيء أوصل للناس للجمهور. يعني الفكرة أني أنا عندي شيء حاب أوصله للناس، بس أحب أوصله بمنتهى الصدق، بمنتهى الشغف. يعني الشغف اللي أنا عايشة أحب أوصله للناس. أنا وايد حابة من خلال هذا اللقاء صلاح للأمانة أن الجمهور يتعرف على صلاح الإنسان أكثر من صلاح الفنان. وهذا اللي شجعني على فكرة أني أكون هاي شرف لي. والله أنا صراحة وأنا متشرف، يضيف أنا لي متشرف جدا، لأن برنامجكم جميل، وتحية كبيرة للقائمين. شكرا، هاي يضيف لي رصيدي. ونرجع صراحة إلى موضوع شيماء، التسامح. التسامح أنا يعني جدا يعني سعيد أن الله أعطاني قوة التسامح. التسامح يعني أو العفو عند المقدرة. نعم. أنا سبحان الله يعني ما أفكر سواء الشخص غلط علي بشكل كبير أزعل منه طبعا في البدايات يمكن لمدة أسبوع، بعد ذلك
يعني الموضوع عندي بيكون تافه، أنا ما يستاهل. صحيح. ففي كثير من الأحيان تخيلي شيماء، أنا اللي كنت أبادر للناس اللي غلطوا علي، اللي توقعوا خلاص يعني صلاح سكر الباب يعني مستحيل راح يسامحنا، كنت أرسل لهم رسائل أن أنا سامحتكم وخلاص يعني ما في شيء بيني وبينك إلا كل خير. تطبق مقولة يعني عشان أنا أرتاح خير. قبل ما هو يرتاح عشان أنت ترتاح. بالضبط بالضبط. إحنا بنسولف أكثر وبندرش أكثر، لكن وإحنا نشرب قهوتنا، إيش رأيك؟ يلا نشرب قهوتنا. صلاح، في وايد ناس يعتمدون على الفرح، يعتمدون على الإيجابية، يعتمدون على أشياء وايد عشان الحياة شو تصير؟ تصير صحية، صحية من وجهة نظرهم أهما. أنا بمشي معك على الخطة اللي قدامي الحين. إيش كثر الفرح مهم في حياتك؟ الفرح أكيد الفرح مهم جدا. أي؟ ولازم الواحد يعيشه بكل تفاصيله وما يفوت الفرح، لأن لا الفرح يدوم ولا الحزن يدوم. الحزن أنت تتمنى من الله أن القوة عشان تمر هذه الغيمة يعني السوداء. أما الفرح لازم تستغله وتعيش فيه بكل تفاصيله، لأن ما كل يوم بيجيك الفرح. في تمارين يومية ممكن الإنسان يسويها، يتغاضى، يتجاهل، ينسى، شنو التمرين الحياتي اللي صلاح تعلم منه وايد؟ والله أنا يعني من الناس الحساسة جدا، يعني مش easily I get over things، يعني أي شيء بيصير معاي شوي يستمر. هي بس أحاول دائما أني أكون سعيد قد ما أقدر. تشتغل على موضوع السعادة؟ أشتغل فيه، عندي طقوس معينة يعني. أيه؟ من ضمنها طبعاً الجيم. الجيم أنا أحسه يعني أولاً يفصل بين حياتي ونشاطي اللي هو يتعلق بالميوزك وكذا. أروح الجيم حتى تليفوني ما بخليه في اللوكت، ما بأخذه معي. فهذا الشيء أنا أتوقع يساعدني جداً يعني. حلو، وايد زين. الصداقة؟ أنا على فكرة أصدقائي في المجال كثر، ولكن إذا نتكلم عن المقربين صراحة يعني نعدون يمكن بالأصابع، يمكن عندي بس يمكن صديقة وصديقين اثنين اللي هم المقربين، ولأن أنا إخواني هم أصدقائي. هم أصدقائك؟ أي في أي رحلة في أي دائماً موقف معها. دائماً معي. حلو، جميل. إيش كثر أنت إيجابي صلاح؟ هم مش كثير. والله يعني انا دائما في ناس، انا من النوع اللي ادخل في 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 تنشن دائما في عمل معين بسويه، فدائما الناس تقول لي يعني صلاح بي بوزيتيف، خليك ايجابي، الامور راح تتحسن. يعني ايجابي الى حد ما، ولكن هم كثير تنشن في الشغل. سواء كنت ايجابي ولا لا، تعكس هذه الايجابيه لمتابعينك في السوشيال ميديا، في انستغرام، في سناب شات؟ أنا من النوع على فكرة ما أحب أنقل حالتي المزاجية السيئة للناس، لأنه ما مالهم ذا. تفصل. بالضبط. دائما يعني أحاول أشارك الناس بالأشياء الحلوة، بالأخبار الحلوة. مش من النوع اللي مثلا اليوم أنا مزاجي سيء بحط يعني. تراوي الناس إنه والله أنت اليوم عايش. بالضبط، لأنه ما مالهم ذا. الناس سيئة. مش ناقصين يعني إنه بعد حد يزيد عليهم كآبة ونكد. فإذا أنت ما عندك شيء يسعد الناس، حاول أنك ما تحزنهم بأخبارك المش طيبة. لأن دائما الأحداث سريعة، مثل ما قلت لك الأشياء المش زينة مش ما راح تدوم كثير. ما راح تدوم. بالضبط. فدائما أنا أحب أشارك الأشياء الإيجابية، أتشارك مع الناس من في السوشيال ميديا. حلو صلاح، أنت شنو ترتيبك في العائلة؟ أنا قبل الأخير. أنت قبل الأخير؟ أيه. مدلل مثل الأخير؟ والله ما أختري يعني مدلل، لكن مش كثير يعني. وأنا أصلاً من صغري أحب أعتمد على نفسي. أيه. حتى مصروفي يعني حاولت من جداً سن مبكر يعني أني أعتمد على نفسي، ودخلت في الفرق وكنت أخذ يعني أجري من التوزيع، فقلت لأهلي خلاص أنا معتمد على نفسي، أنا معتمد على نفسي، أنا مستقر. شو رأيك في ظاهرة الفنان اللي ينتشر في السوشيال ميديا
أنا أعتقد يعني من وجهة نظري في فنانين يتعبون عشان يصيرون فنانين بالضبط، لكن في المقابل يجيك فنان ممكن يغني كوبلي اثنين ثلاثة في إنستغرام في سناب شات ويصير فنان. أنت كفنان ما تحس بالغيرة أو ما تقول يا ريتني أنا من جيل سناب شات أو من جيل إنستغرام؟ والله أنا ما أحس بالغيرة، بالعكس يعني شيماء هاي الأدوات عصرية. أيه. الأدوات تتغير يعني مع الزمن مع التطور والتكنولوجيا طبعا يعني تلعب دور جدا كبير في حياتنا. مع تطور التكنولوجيا في أشياء كثيرة تتسهل في حياتنا من ضمنها الشهرة السريعة هذه. أي. فأنا ما ألوم الجيل هذا، هاي أدواتهم. إحنا في زمننا مثلاً كنا نعتمد على التلفزيون والإذاعة. صحيح نعم. الحين لا، حتى إحنا على فكرة اللي أنا ما ليش ما أقول أنا مش قديم يعني وايد. أنت مو قديم. جيل ترى صدق مو قديم. بالضبط أنا مش قديم، أنا كني شوي كبرت نفسي زيادة. فأنا من الناس اللي مستفيدين أيضاً من هال التسهيلات اللي صارت يعني. فلما لكن في هناك انا اتوقع في مواهب جدا رائعه تستحق انها تظهر وتنتشر، اللي طلعت ايمين في الانستغرام سواء من في مجال التمثيل ولا الكوميديا، ناس بالفعل مبدعين سواء كانوا طلعوا من خلال تلفزيونات رسميه او انستغرام، هذول يستاهلوا. ولكن في ناس انا اتوقع أن أهما ما يستاهلوا هالشهرة، ما يستاهلوا ذي الشهرة بالضبط. الناس ما أدري ليش ضخمت هالشخصيات وكبرتها. بعد محظوظين؟ محظوظين يمكن محظوظين. يعني في كثير من الناس حتى صارت الناس يمكن خلاص ملت يعني، لأن ما عندهم أي كرياتيفيتي، معتمدين فقط على يعني كوميديا معينة وكذا، فبعد ذلك خلاص كل أوراقهم تكون مكشوفة. لكن بينما صاحب الموهبة الحقيقية هو راح يبقى، هو اللي راح يبقى. في شغلة وانت قاعد تتكلم صلاح قاعد تفكر فيها، لو الانستغرام أو سناب شات أو تويتر كان موجود أيام نجم الخليج اللي حضرتك تخرجت منه واللي خدت اللقب، أكيد لقب نجم الخليج خلال هالبرنامج، شنو راح يكون وضعك ذاك الوقت؟ هل تتوقع راح تكون أكثر نجومية؟ هل الانتقادات راح تكون أكثر؟ ولا المدح والتصفيق راح يزيد؟ أولاً أنا ما فزت باللقب، أنا تخرجت من نجم الخليج. بالفعل نعم. الحلقة قبل الأخيرة أنا ايه؟ طلعت يعني. نعم. فيما يتعلق طبعاً بالبرامج هذه اللي أو السوشيال ميديا وتأثيرها على الجمهور من حيث التصويت والمتابعة، حتى أكثر البرامج الحين الفنية لها أكاونتات حسابات من خلالها يروجوا لمثلاً المتسابقين الموجودين. إحنا في زمننا رجعنا نقول زمننا يعني ما قديم. لا شوف هاي لأن التكنولوجيا وايد سريعة. التكنولوجيا إحنا نتكلم عن نجم الخليج في 2006. 2006. إحنا كنا معتمدين على المنتديات. المنتديات. المنتديات يعني كانت هي الوسائل الوحيدة غير الإذاعات والتلفزيونات، بس المنتديات هي كانت اللي الناس تتناولنا يعني. وأنت تقول منتديات ابتسمت أكيد. كان لك جمهور في المنتديات ذاك الوقت؟ والله في يمكن يعني في نجم الخليج في كذا فئه يعني كانت الحمد لله تدعمني وتشجعني، ولكن اكيد لو يعني اذا نتكلم في وقتنا في 2006 في نجم الخليج بوجود السوشيال ميديا كان الوضع بيختلف تماما. لكن الحمد لله يعني كانت الاستفادة كبيرة من برنامج نجم الخليج. وانت على مسرح نجم الخليج حق من كنت تحب تغني او من الاصوات كنت تحس والله انا صلاح الزجالي ارتاح لصوت فلان فانا احب اغني اغنية فلان؟ من؟ والله انا ما كان يعني ما كنت اختار الاغاني من هالمنطلق، انا كنت اختار الاغنيه اللي انا احس اني اقدر اديها. شنو اكثر اغنيه بالضبط بغض النظر من الفنان؟ كنت اختار الاغنيه اللي تناسبني، تناسب يعني امكانيات صوتي. من حقك كفنان بالضبط أكيد. عشان ما اتورط على المسرح اغني اغنيه اكبر مني، اكبر من امكانياتي. فالحمد لله كل الاغاني اللي اخترتها بمساعده طبعا الاستاذ اللي كان معانا المشرف على الاختيارات والصوت، فكذا كان يتم اختيار الأغاني بهال
معايير. انت قلت اتورط على المسرح، ما ادري ايش تذكرت عيار. شكلنا بنتورط. لا لا قلت لي ايه شكلنا بنتورط. ايه شكلنا بنتورط. قلت لي صادق موقف في امريكا، الحين بيقول يا ريتني ما قلت هالموقف. لا لا عادي، انا اواجه بكل الحال. ابيك تقول للمشاهدين شنو هذا الموقف اللي صادك وانت على الستيج. اولا هاي يعني اسم عيار لاغنيتي اللي الله وفقني فيها، يعني هل كلمة يعني ارتبطت معي وين ما أروح، لما في بداية مثلا كل حفلة لما أقول سوري صلاح الزجاني عيار. إيه في أمريكا مثلا أنا في بداية الحفلة قلت والله أنا سعيد جدا بلقائكم، على طول صرخوا عيار عيار، يعني أنت قاعد تجاملنا في أكثر من حفلة. هاي الشغلة بتصير. فهي الأغنية يمكن كانت مختلفة في طرحها، يعني في تناولها، لذلك كأنك تسولف. إيه بالفعل. لا يعني كلمة عيار بعد إنك تتوظفها في أغنية، هذه كانت مثل التحدي. يعني أنت تتعمد إنك، أنا قبل لا أسمع شيء منك أكيد بس خاطري أعرف، تتعمد إنك تستخدم هذه المصطلحات الغريبة في أغانيك يا صلاح ولا صدفة؟ لا مش صدفة طبعًا. أنا طبعًا قاصد هالشيء. أنا والشاعر طبعًا حميد اللوشي. محظوظ حميد، انذكر 3 مرات اليوم. حميد في كل في كل مقابلة، لأن بالفعل مع هذا الشخص احنا دائما في الاتحاد قوه. نعم اكيد. فحميد ما شاء الله عليه يعني دائما انا وهو شغالين على كيمياء جدا عاليه. حلو. فهو يفهمني يعني، فحتى لما نيجي نختار موضوع للعمل، يعني مثلا انا لما لحنت عيار قلت له حميد انا اتخيل الاغنيه عن واحد يعني كذاب لعاب وكذا ويقع في الحب. أيه. فارجوك خلنا نكتب عن الحالة اللي هو يمر فيها بعد الحب. وصرت أسمع أم كلثوم. بالضبط هاي يعني كلها. يعني كلمات غريبة على فكرة. حبيت تسألوني ليش يمكن عقله وطيش والحالة هي حالة. فبهالطريقة مثلاً أغنية وايد علي أنت هم يعني أعيشك للشاعر الكبير جموح طبعاً. شكلنا بنتورط. بالضبط. نسمع شيء. إن شاء الله. يلا. شو تحب تسمعنا؟ عيار أو غير عيار اللي رايحك. أنت اختاري. والله. لا والله اللي رايحك أنت. خلاص. كل أغانيك حلوة. بنختار. وكلها أنا كلهم أنا حفظتهم. غمرتني أنت يا أنت وايد زين عن استيعابي يا أغلى الملا. وايد علي انت وهالحب وايد، مدري يا كيف انا رد لك هالغلا. لي قلب واحد بس قلب واحد، واحتاج من قلبين لخمسة معاه. لعمر واحد بس عمر واحد، واحتاج لي عمرين اشكر هواك. تهديني غيمة خير، تمطرني حب غير، حبك اخير واول واكثر كثير. جملتني بكل شيء، جنة غرام وفي، لو انت بين اعطيك عيوني يصير. وانت عادي ما ظن عادي، تمنحني الدنيا قبل اسألك. في حد مثلك ما حد مثلك، وايد على قلبي وانا استاهلك. غمرتني انت يا انت وايد زايد عن استيعابي يا اغلى الملا. وايد علي انت وهالحب وايد، مدري يا كيف انا أردلك هالغلا. الله يسلم هالصوت. يسلم هالصوت. يسلم هالعزف. الصراحة كم سنة تعزف جيتار؟ يمكن 10 سنوات. 10 سنوات؟ قبل لا تحترف بس الجمال. أنا عزفي يعني إيش فيه؟
بسيط يعني لا سطحي. بالعكس لا سطحي. انا ما تعمقت كثير يعني في الجيتار. انا اكثر شيء مثل ما قلت لك على البيانو، بس الجيتار لان اله مصاحبه للجلسات المقابلات اسهل يعني من الكيبورد. انا بدون كهرباء اسهل. اي صحيح. لما غنيت بالهندي شو كانت ردة فعل الجمهور؟ والله استانسوا الجمهور، لان الاغاني الهنديه طبعا منتشره عندنا، والافلام الهنديه يعني بالاحرى، لانهم تسويقهم قوي ومتواجدين بشكل جدا قوي يعني. وانا طبعا من الناس المتاثره بالاغاني الهنديه والافلام الهنديه، وهم اجيد اللغه يعني. فقررنا ان نحط اغنيه في البومي، البوم عيار. البوم عيار كانت اغنيه صوتك بعيد، توليفها الحمد لله توفقنا فيها، والاغنيه ما شاء الله الحمد لله يعني عملت صدى طيب. بعد برجع بسالك، تتعمد انك تخلط هذه او تضيف هالبهارات في اغانيك في احد القنوات الفضائيه، احد الجلسات الفضائيه الغنائيه شاهد التلفزيون، دخلت اغنيه انت عمري صلاح سالفتك؟ انت متعمد؟ لان صرت اسمع ام كلثوم فانت متعمد. اي في اغنيه عيار، انا في الحفلات عشان بس نعمل نوع من انت عمري. طبعا هاي يعني اغنيه الكل يحبها، يعني خالدة. هي ايقونه، ما تصير قديمه، ايقونه أبداً. هي ايقونه. فانا احنا نتشرف ان نربط هالاغنيه مع عيار. بس انا ايش عملت الخلطه، ان اغني رجعون يعني صحيح ليه ما اوصل الا انت 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 عيار صرت اسمع ام كلثوم كذا جبتها. فالناس تتفاعل حتى في كثير من الحفلات لما اغني انت عمري، خاصه في مثلا عرس، فالناس صار عندها دروب يعني. صح. احنا نبغي اغاني نقازيه وايش دخلهم كلثوم بالموضوع. فلما اغني انت عمري الموال، لما اوصل الا انت 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 عير تصير الهيصة. ايوه الكل ينفعل. حلو. فهي من ضمن الاشياء اللي احنا ما نقدر ننكر ان صلاح الزجالي مطرب عماني شاب، لكن في نفس الوقت متمسك بالمدرسه الكلاسيكيه الغنائيه. ما تخاف في يوم من الايام هالشيء ممكن انه يخليك تتراجع؟ ان احنا اليوم نعيش زمن الاغنيه السريعه. صحيح. قاعدين نعيش زمن الموسيقى التوزيع السريع، اللحن اللي فيه شيطانه مثل ما يقولون. ما قد فكرت فيها؟ لا بالعكس، انا بالنهايه ترى يعني لازم اواكب. اذا ما واكبت يعتبرونك انك انت قديم يعني، خلاص انت ما متجدد. انا مع الحداثه، مع التطور، ولكن لازم البيس عندك، القاعده قويه. اي تعرفين اصعب شيء ممكن تعملينه ان تقدمين اغنيه خفيفه وحلوه. الاغاني الخفيفه يعني مثل ما تقولي خيط جدا رفيع بينه وبين الاغاني الركيكه. نعم فهمتي علي. فالاغنيه الخفيفه عشان انها تنجح لازم يعني تخلقين قاعده قويه للاغنيه، بالتالي تركبين الاشياء الخفيفه على القاعده القويه. نعم أكيد. لازم القاعده قويه، لازم الكلمات حتى خفيفه. مثلا غنيتي هاي شكلنا بنتورط، تحسين انه واحد كان قاعد يتكلم لا حول لا حول، شكلنا بنتورط في قصه حب هالبنت، ولا بحد يسعفنا هنا، لا حول لا حول يا دوب في اول الخط خدتنا قهوه الوقت وخبره عشق ماكو عندنا. فهمتي؟ صح. كلام خفيف، فحاولنا ان 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 نخليها في قالب يعني القاعدة قوية، واللي على السطح أشياء خفيفة جميلة متوالفة مع بعض. فهذه هي الفكرة. لكن أنا ما أقدر أقول أنه والله سوري هذا اللي قاعد يحصل التطور في الموسيقى، لأن نرجع نقول التكنولوجيا هي اللي تخلينا أمام هذا الأمر الواقع. ممكن هي تكون الريموت بالضبط، لأن ليش التكنولوجيا؟ التكنولوجيا داخلة حتى في طريقة البروسيس الأغنية الحين. يعني في عندنا برامج اللي الموزعين يستخدموها للتوزيع، فالموزع بعد كذلك يبغي يواكب. فيشتري هو برامج أصوات جديدة يستخدمها، فالموزع يحب يتطور. فالموزع بنفسه يقول لك يا أخي عطني صلاح، عطني حاجة كذا كول، حاجة جديدة مبتكرة غير الكلاسيكية. فأنت لازم تساير، لازم ماشي، لكن بخطوات
مدروسة وثابتة. طبعاً أكيد. فأنا مش ضد التطور هذا اللي صار. يعني. من أغاني هالأيام صلاح، شنو أكثر شيء تحب تغني؟ بما أن لك أنت يعني نشاطك في المهرجانات الوطنية، مؤخراً كانت عندك حفلة بقطر، أو حتى مثلاً حفلاتك اللي خلينا نقول أعراس إلى آخره، شنو أكثر أغنية خليجية تنطلب من صلاح؟ بس مو في أرشيف صلاح، مو بأغنيات صلاح. والله الأغاني كثيرة يعني جداً. أو أنت شو تحب تغني حتى؟ غير أغاني يعني؟ إيه غير أغانيك. والله كثيرة الأغاني، يعني يمكن شويخ من أرض مكناس. نسمع شيء منها؟ شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق غني، شعلي أنا من الناس وشعل الناس مني. شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق غني، شعلي أنا من الناس وشعل الناس مني. شعلي يا صاحب من جميع الخلايق، فعل الخير تنجو وتبع أهل الحقايق. شعلي يا صاحب من جميع الخلايق، فعل الخير تنجو وتبع أهل الحقايق. لا تقل يا ابني كلمة إلا إن كنت صادق، لا تقل يا ابني كلمة إلا إن كنت صادق. خذ كلامي في قرطاس واكتبه وحرز عني، شعلي أنا من الناس شعل الناس مني. شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق غني، شعلي أنا من الناس وشعل الناس مني. شعلي أنا من الناس وشعل الناس مني. سلام هالصوت، سلام هالصوت. عاد أغنية شويخ من أرض مكناس بالذات يمكن ما في بحريني محافظها. الفنان أحمد الجميري غناها، صحيح. والفنان خالد الشيخ غناها، وفنانين وايد غنوها، وأنت بعد غنيتها وايد صلاح. كل الفنانين أتوقع هذه أكثر أغنية تنطلب من كل الفنانين في الحفلات يعني. تريت وياك صلاح يمكن دردشتنا ابتديناها يمكن بوصفة للحياة الصحية، وخذت منك كلام وايد حلو، يمكن من هالفقرة عرفتك أكثر، أبي أعرف عنك أشياء أكثر وأكثر في المرحلة الثالثة. جاهز؟ جاهز. يلا الله يستر. يلا يستر. صلاح، الوقت عندي أنا هني ساعات، في يدك ساعة وفي يدي ساعة، والناس صارت دائما عيونها في سواء ساعة يدها ولا ساعة التلفون. الوقت شنو يعني لك؟ الوقت هو استغلال أمثل، والاستفادة الكاملة من الوقت. في دائما جملة يرددونها الناس، أنت صغير استغل شبابك، استغل عمرك، اليوم أنت عندك طاقة. استقليت هذا الشيء في الفترة الأخيرة؟ حاولت توظف هذا الموضوع في صالحك؟ أتوقع أنا يعني الحمد لله نوعا ما إلى حد بعيد يعني استغليت الوقت. يعني المراحل اللي أنا مريت فيها، يعني مراحل التكوين سواء الحياتية أو المهنية، حسيتها كانت مستغلة بشكل جيد يعني. يعني فيما يتعلق بالدراسة، وبعد ذلك الموهبة، وتعامل هم يعني لقاء الموهبة بالاحتراف، بعد ذلك أنا احترفت خلاص الفن. فكل مرحلة أتوقع إلى ما أنا فيه اليوم يعني أحس كان في استغلال جيد نوعا ما الحمد لله للوقت. نلعب؟ أنت جاهزة؟ أنا أحسك أنت مرتبكة أكثر مني. لا، مع أني أنا أول مرة ألعبها اللعبة. أنا جاهز، أنت جاهز؟ أنا جاهز. يلا الله يستر. بس أبيك توصف لي الفن في سلطنة عمان بكلمة. الفن تفضل. الفن موجود بقوة في عمان، ولكن أتوقع يحتاج إلى تسويق حتى
يطلع وينتشر في كل مكان. حطها فوق؟ آه بحطها فوق. كونك فنان عماني شاب وظهرت من خلال برنامج لاكتشاف المواهب، شنو كانت ردة فعل الجمهور العماني لما شافوا صلاح الزجالي يمثل سلطنة عمان في برنامج قاعد يظهر على فضائية لها نسبة مشاهدة محترمة؟ أكيد أولاً يعني المسؤولية كانت كبيرة علي أنا أنك تمثل بلدك، وأنا ما كنت على فكرة المشترك الوحيد من عمان، كان عددنا 3 وهم ما حالفهم الحظ، يعني من المراحل الأولى غادروا البرنامج وأنا استمريت. فأكيد كانت توصلني رسائل يعني الإعجاب والشكر والثناء على مشاركتي، وأنا كنت حريصاً المشاركة تكون فعالة ومثمرة يعني. فالحمد لله أعتقد كانت جيدة. أنت كفنان عماني وأكيد في شباب عمانيين يعني نقدر نقول مميزين في مجالهم، سواء كان إعلام، غناء، إذاعة وتلفزيون، تصميم أزياء إلى آخره، ليش ما أنتوا تكونون مسوقين للفن العماني أو مسوقين لهذه الأشياء اللي في عمان اللي ممكن جيرانكم في الخليج ما يعرفونها؟ أولاً التسويق حاجة مش سهلة، تحتاج إلى يعني ترتيب جداً قوي، وأيضاً دعم مادي كبير جداً حتى تقدر تسوق أي منتج، أي فنان، أي مبدع. وأعتقد هي مسألة تكاتف كل الجهات والأطراف، أن كل من موقعه يسوق. فأتوقع هاي يعني أنا أطالب من زمان، وأنا يمكن صرت واحد من الفنانين اللي شوي طلعت يعني من 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 المستوى المحلي يعني إلى الخليجي، يمكن أغاني انتشرت برا، وأنا أحمل طبعا معي الأغنية العمانية. فمع انتشاري، مع نجاحي أيضا تنتشر الأغنية العمانية والفنان العماني، فهذا أعتقد تسويق جيد يعني. أنت رقم واحد في عمان؟ ما أقدر أقول رقم واحد، ولكن أنا أسعى إني أكون مميز، أسعى إني أحافظ على المستوى اللي بديت فيه، وأسعى إلى دائماً الأفضلية يعني، ولكن لا أدعي إني الرقم واحد أبداً. في أغنية من أغنياتك صلاح نسبة المشاهدة في يوتيوب 11 مليون، أنت مو رقم واحد في عمان؟ ما أقدر أقول رقم واحد، يمكن أنا توفقت في مساء السعي اللي أنا قاعد تسعى له، اللي سعيت له ولا زلت أسعى له. أنا في منافسة مع نفسي، أحاول دائما أقدم الشيء اللي يرضيني يعني، والمشاهدات هذه أكيد تسعد يعني كثير. من رقم واحد في عمان؟ رقم واحد الشخص اللي هو يجتهد ويثابر من في رقم سبيل واحد عمان. ما أدري، أنا ما أقدر أجاوبك عن السؤال. سؤال ليش؟ لأن يعني أحس في نوع من الثقة الزايدة يمكن والغرور إذا الواحد يقول عنا أنا الرقم واحد، بينما لكل مجتهد النصيب. في من يقول إنه والله أنا، لا أنا ما أقول، يمكن الجمهور، إذا الجمهور وده يقول هالكلام هاي قرار له طبعا. في فنانين أنا الفنان الأول في الخليج، أنا الفنان الأكثر طلباً في الخليج، أنا الفنان الأعلى سعراً في الخليج، هل معناته هم يعانون من نقص مثلاً؟ ولا هل هم يبون الأنظار تتوجه لهم أكثر؟ يمكن لخلق إثارة معينة، ويعتمد على شخصية الفنان نفسه يعني وتكوينه. أنا ما أحب أني يعني أقول عن نفسي أنا رقم واحد، وأعتقد ما أرضى أصلاً أقولها.
أنا أسعى مثل ما قلت لك الجمهور هو اللي يحطك في المكان اللي أنت تستاهله. أضواء الشهرة غيرت صلاح الزجالي؟ والله أتوقع الحمد لله رب العالمين من حيث حاسبي. تحاول تساعدني؟ شكرا. أوكي. أضواء الشهرة. احنا الحين وصلنا الى مرحله بالفعل حساسه الى الشهرة. الشهرة وصلنا لمرحلة الشهرة هني في اللعبه. اوكي. اتوقع في شو اسمه الموضوع ايضا مع السؤال. الشهرة طبعا الحمد لله ما غيرتني. انا دائما احاول وحتى الناس اللي حوالي دائما تحس بهذا الشيء اني انا كل ما الله يوفقني وأكسب حب الناس وثقتهم أحاول دائماً. ما جاوبتني، الشهرة غيرت صلاح الزجالي ولا لا؟ لا ما غيرتني الحمد لله. أنا دائماً أسعى أني مع كل نجاح أحاول أكون سيمبل أكثر. كل ما أشوف الناس أنا أبتسم لهم قبل ما هم حتى يعني فهمتي. إذا, إذا, إذا لمحت في حد يبغي يوصل لي إعجاب أنا أحاول افتح له المجال انه تعال كلمني انا عادي ترى انا مثلك يعني بهال يعني ابدا ما دخلت الشهره في راسي. انت شخص اجتماعي؟ انا ما درست علم النفس اجتماعي بس هل انت اجتماعي؟ اجتماعي. زين ليش تحطهم مفرقين عن بعض؟ عشان اورطك. عشان تورطني؟ شكلنا بنتورط. شكلنا بنتورط. اوكي بس إذن... حاسبي بلي حاسب. قاعده تاخري في السؤال لانه إذا شوف أيوة. إذا طاحت تغلبني بس أنا لا ما راح ما بطلع من البرنامج إلا وأنا ماخذ منك كل أجوبة اللي أبيها. يس 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 يس. الله. لا أنت قاعد تتعمد تورطني، إيش قاعد تسوي؟ لا الوضع كلش الحين حرج. الشهرة تاخذ وتعطي صلاح. تاخذ وتعطي. صحيح. ممكن الشهرة عطتك حب الناس، عطتك انتشار، خلت اسمك موجود، شنو خذت منك؟ خذت مني يمكن نوعا ما خصوصية. خصوصية يعني انت مثلا تكون في سفر مع عائلتك يعني واسرتك. انا مرة يعني كنت في موقف كنت اتريق يعني مع اهلي. فتوني كليت اول لقمة على طول في نفس الوقت دخل علي واحد يعني وانت في عالجك اللقمه اي يلا صوره وسيلفي على السناب. فانا يا اخي خلني ابلع بالضبط. لكن كلش يعني ما 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 يعني عصبت على الشخص او تنرفزت. حسيت ان هاي الناس متى ما جت عندك معناتها تقدير منهم يعني. صح في ساعات الخصوصيه يعني إذا تسمحي لي ممكن أعدل الشيب لأنه وايد صار. يلا نعدل الشيب. أوكي. الموضوع صار كلش كريتيكال يعني. صار صعب. هاي اللي قدرت عليه. إنزين. الحين لازم هندسياً. لازم. أي لا في في في. يعني قبل لا تصير مشهور. أي. قبل لا تصير مشهورة وقبل لا تدخل فن أكيد كنت تنظر حق الفنان اللي ينفر من معجبينه بنظرة إنه مغرور متكبر. بس اليوم هل تعذر الفنان اللي يتصرف هذا التصرف؟ والله هو يعتمد مثل ما قلت لك على الشخص. يعني إذا أنت الشخص من البداية تحاول توازن بين الشهرة وبين البساطة اللي أنت فيها قبل الشهرة، هذا الشيء ما يخليك تتغير عن الناس لا مع أهلك ولا مع ربعك. وفي بعض الممارسات يعني الحضور في أقدر أحرك. إيه خلاص تعدينا مرحلة الأول ثلاث مستويات. أوكي أوكي. والله عيار عرف شلون يطلع منها وأنا حطت في بالي من مساعة. تعبالك أنا مركز في السؤال يعني أنا كل تركيزي في اللعب. أنا ما يصير يعني. حاسد. زين إيش كنا نقول؟ ايش كنا نقول؟ اي فالواحد يحاول يمارس البساطة يعني لا اصلا اذا صار في اي تغيير اهلك اول من
أنا أهلي طبعاً ما يرحموني يعني شيء ما على طول إذا حسوا في أي تغيير أي على طول صلاح ليش صار كذا ولكن الحمد لله إلى الآن ما في أي أحد حس إني أنا تغيرت عليه أصدقائي تكون منطقية أصدقائي أهلي أصدقائي القدامى أنا إلى الآن متواصل معهم وأصلاً الشهرة أنا أتوقع هي مثل ما جت عندك راح تروح لما تبرر مبرراتك هذه يأخذونها منك والله لا صح معاه حق كلامه صح يتقبلون أعذارك أنا ما تغيرت عليهم أصلاً يعني عشان أترك لهم أي مجال يعني إنهم يتهموني حافظت على أي الحمد لله حافظت أي والله حافظت الحمد لله يعني لأن هذول الناس يعني هذه الشهرة اللي عندي اليوم بكرة ما راح تكون عندي فهذول الناس هم باقين يعني فراح أرجع لهم خلاص شيء ما جيم أوفر أسحبها واللي يصير يصير بس تحمل الصوت بتطيح على شيء بتطيح قوية لحظة بتطيح يمين ولا يسار أكيد على يمينك يعني يضحك يضحك علي إيش سويتي أنت أوه ماي جود السقوط يرعب الفنان إلى الآن متواصلة السقوط يرعب الفنان جاوبني السقوط يرعب ما الفنان ما أدري السقوط اللي يرعب بس هالسقوط أرعبني صراحة ليش ما أدري حسيت يعني لأنك مركز كنت مركز لما تركز في فنك أنا أتوقع فجأة ما تشوف ردة فعل تخاف قبل تشوف السقوط حتمي راح يجي يوم الأيام لكن أفضل شيء إنك أنت قبل ما يجي هالسقوط راح تحس إن عطائك بدأ يقل والحالة الإبداعية اللي أنت كنت فيها مش نفسها أنت راح تلاحظ يعني في هالشيء فقبل ما توصل إلى السقوط الحقيقي اللي مثل هذا انسحب قبل ما تسحب القالب الأخير هذا اللي أنت إذا نشبه السقوط بهاللعبة نشبه السقوط بهذه اللعبة وأنا يمكن هاي اللي كنت بعد من خلال إجابتك أبى أسألك سؤال متى ممكن الفنان يحس نفسه أنه قاعد يتراجع أو قاعد يعيش حالة أو مرحلة السقوط متى؟ إذا توقف عن الإبداع إذا توقف عن الإبداع يعني شوفي أنا ما أدري عن الآخرين لكن أنا عن نفسي أنا أقيم أعمالي بشكل جدا كبير يعني الأغنية تخيلي قبل ما تنزل تظل عندي في السيارة أسمعها 4 أشهر يوميا أسمعها كل صباح ليش؟ لأن أحاول أعيشها أحب دائما أغاني أنا أغرم فيها أولا بعد ذلك أطرشها للناس كل الأغاني إذا أغنية أنا ما حسيت فيها أن هي عذبتني يعني عيشتني ما راح أنزلها أحس أنها هي ما راح توصل للناس لأن ما وصلتني صلاح في شيء اسمه نقد وفي شيء اسمه انتقاد النقد أن أنا أقول لك والله صلاح أنا أعزك وأنا أعتبرك أخوي رجاء لا تسوي 1 2 3 علشانك أنت بالضبط. ممكن تتقبل بس لكن الانتقاد ممكن ما يخليك تنام شلون تواجه الانتقاد؟ والله في البداية صراحة الانتقاد كان جداً لاذع لاذع وبعدين قاسي يعني شوفي أنا معظم الأغاني اللي عملتها أنت مثل ما قلتي إحنا أعمالنا دائماً مختلفة الناس متعودين أن يسمعوا الأغنية بقالب معين مثل الأغاني اللي تنزل فإحنا حاولنا أنا وحميد المرة الرابعة حميد أن حميد خلنا نجيب كونسبت جديد للأغاني الخليجية يعني في كل عمل نزله يحسوا الناس أن هاي العمل مميز سواء من حيث التوزيع من حيث المواضيع فاللي بيصير أن والله نسيت إحنا الانتقاد ترى خلصنا لا بس يعني لو تنظفونا لا توتر صح إلى الآن أنا متوتر الحين توتر أيوة. صح ففي الأغاني يعني أنا إلى الآن أذكر في ناس انتقدت أغنيتي خرب بيت الهوى يخرب بيت الهوى لأنه قوية شوي وإحنا طبعاً الأغنية كانت المطلع inspired by يخرب بيت عيونك يا علي شو حلوة يا علي أيوة فإحنا لما عملنا يخرب بيت الهوى يقطع إبليسة شي اللي دبسني يا ناس تدبيسة فوأنا كنت في واحدة من الصباحات يعني صحيت من النوم اللي دخلت تويتر فأنا دائماً أي عمل أنزله أحفظ اسم العنوان في البحث عنوان الأغنية على أساس كل يوم
أروح أشوف الانطباعات بشكل عام. فلما نزلت يخرب بيت الهوى كان في نقد قاسي جدا تعبني، وحتى حميد يدري يعني أنا كلمت حميد قلت حميد إحنا إيش سوينا، أحس إن تسرعنا يمكن و... فبعد حميد إيش قال لي؟ قال لي صلاح ما عليك حبيب، دائما الانطباعات الأولى بتكون كذا يعني الناس تتعود مع العمل. قلت له حميد يمكن إحنا وأنا على فكرة حساس، أنا في بعض الأمور حس يعني طريقة تفاعلي معاها تكون قوية. فقال لي حميد لا ما عليك صلاح، أنت انتظر وشوف هالأغنية شو تسوي. وبالفعل الأغنية بدت تنتشر تنتشر وتنتشر، توصل لي مقاطع والناس، أنا بروح حتى الكبار في السن في الحفلات يطلبوها مني. مرة كنت في عرس أعتقد في الكويت، ولا بعد دخول المعرس قال هاي الأغنية إهداء يخرب بيت الهوى يقطع إبليسه. قلت يا أخي يمكن أنت مو فاهم السالفة، ما له علاقة. كل انطباع سيء قديم، كل انطباع سيء المساح. فالفكرة أن أنا أواجه الكثير من الانتقادات. ليش؟ لأن نطرح حاجات جديدة الناس ما متعودة عليها، ولكن كل أغنية تنزل في البداية تواجه نقد، بعد ذلك تدريجياً أي توصل للناس. صراحة تشرفت فيك، وأنا جداً سعيدة لتواجدك معنا اليوم في برنامج الدار، وأنا يعني محظوظة أنك أنت قبلت هذه الدعوة وشرفتنا ونورتنا. أنا استفدت من اللقاء وعرفت صلاح أكثر، وأنا متأكد الجمهور راح يتعرف عليك أكثر وأكثر من هذا اللقاء. والله أنا اللي أشكركم شيماء، أنت وكل طاقم العمل هالبرنامج الرائع المميز في توليفته. وأنا أول برنامج يمكن كذا أحس في يمكن تكلمت عن جوانب لأول مرة أتكلم عنها، وبرنامج رائع وطبعا المكان رائع. الحمد لله، وأتمنى لكم كل التوفيق، وأنا جد تشرفت. أنا طماعة، نسمع شيء؟ يلا. شو تحب تسمعنا؟ أنت إيش حابة تسمعي؟ اللي رايحك، شيء تحب؟ خيرك، شكلنا بنتورط ولا أعيشك؟ أعيشك؟ يلا ما موتي في حبك ولا يمكن نموت، بالعكس أنا يا كل عمري أعيشك، جاوب محبك كيف من حبك يموت، وانت الحياة وكل ما بي أعيشك، ما موت في حبك ولا يمكن نموت، بالعكس أنا يا كل عمري أعيشك، جاوب محبك كيف من حبك يموت، وانت الحياة وكل ما بي أعيشك، يا غيمة تحسى سلم شعر ويا قوت، من عشي تباها بملحك وعيشك. يا مطيرين عقلي بعقلك وطيشك، يا مطيرين عقلي بعقلك وطيشك.